أمينة مراد، نائبة رئيس جمعية الرعاية الشعبية للتنمية الاجتماعية. الحركة ديال القروض دابا بدات عامين وثمان شهور هذه، وفي نفس الوقت بالموازاة عامين وثمان شهور هذه باش حنا كنتحاكموا من نهار بدينا هذه الحركة. هذه الحركة كتضم مناطق ديال الورزازات والأقاليم ديال زاكورة وتنغير. دابا بدات التعبئة مع الريش ووجدة وبركان، وكاينة أنوية في مناطق أخرى، يعني الحركة كتعرف واحد الانتشارية. بالنسبه للدعم، حنا كنفتقروا للدعم هنايا في ورزازات في المغرب، ما كاينش دعم حقوقي بالمره. حنا مراهنين على الجانب الدولي والناس اللي عندهم إلمام بهذا الموضوع، بغيناهم باش يعاونونا نرفعوا هذا الحيف هذا وهذا التحالف ديال المافيا الفساد ديال السلطه وديال المال ضدنا، بحيث المراه ديال ضحايا القروض ولات كتعاني بزاف. المحكمه عمرات بالدواسه كيطردوا الضحايا ليل نهار وكيحطوا بهم قضايا، وفبركوا لنا حنا محاكمه كما كتعرفوا. انا والمنسق معايا في الحركه الاخ ناصر، والاطوار ديالها حتى هي دابا غاديه في التصعيد، لانه عامين وثمان شهور اللي حنا كنتحاكموا. الجلسه اللي دازت في 12/11 هذه هي الجلسه تقريبا الثالثه في الاستئناف. اللي بغيت نوصف لكم ان المراه ديال ضحايا القروض ولات بالفضل ديال الوعي ديالها الحسي ولات دركه انها يمارس الاضطهاد، وان المحاكم هنا في المغرب ماشي ديال الضعيف الفقير المظلوم، محاكم ديال الاغنياء. ما تنصفناش، توجه لنا وابل ديال التهديد كيتوجه لنا من السلطه فين ما مشينا. والبارح اعترضونا ملي خرجنا من المحاكمه، واعترضونا وشخصيا انا وجهوا ليا واحد النوع ديال التهديد اللي هو عباره عن انذار. مع الاسف المراه اللي وجهته ليا قايده قالت ليا واش ما كتفكرش في دوك البنات، ما كتفكرش في كونك كامراه وطالق وظهرك عريان، وخصك تعرفي انك انت وناصر بوحدكم هما اللي كاينين في هذه الحركه، يعني نتوما المنسق الوحيد ما كاين في ظهركم حتى واحد، يعني راكم معرضين للاعتقال. شوفي بعين الرحمه دوك البنات لمن غادي تخليهم الا وقعت بك شي حاجه. انا دابا اللي كنناشد جميع المناضلين الشرفاء من هذا المنبر، كنناشد الجانب الدولي انه يشوف لينا بعين الاعتبار. حنا ما كنهضروش من فراغ، حنا عندنا ادله، عندنا قوانين، عندنا اثباتات، عندنا مآسي انسانيه، عندنا تشرد، عندنا انتحارات، عندنا تفكك اسري، حيت هاد الناس ما حبستهم حتى وهاد الطمع ديالهم وصلوا حتى للمداشر الوعيره المسلك، وصلوا للجبال، وصلوا للوديان، كلشي مشاو ليه، كلشي قاسوا بهذا الاستنزاف ديالهم، كلشي قاسوا بهذا الابتزاز ديالهم. الناس ولات كتشكى، حنا عندنا دلائل حيه كنناشدوا الجانب الدولي انه ينزل يشوف معنا هاد المآسي، مآسي سوغ تيغان، ينزل يشوف هاد الناس كيفاش كيعيشوا وشنو ارتكبوا في حقهم هاد الناس. ودابا راه المساعي والجهود كلها كتضافر ضدنا، لا سلطه ولا مال باش تعتقلوا. حنا كنناشدوا الله يخليكم الجانب الدولي ولا الجانب الحقوقي حتى المغربي انهم يدعمونا. راه الا مشينا ماشي غير اسرنا ولا اللي غادي نخليهم ورانا، حتى الضحايا راه ما كاينش اللي غادي يهز الملف، لانه ملف ثقيل 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 جدا. اكتشفنا انه حنا، انا شخصيا كنظن انه اجتماعي اقتصادي، واذا به صبح سياسي كبير كيتقاسوا فيه بزاف الناس، مابقيناش عارفين مع من كنتواجهوا. ملي كنراسلوا رئيس الحكومه ما قدرش يبد في الملف، مع من غادي نهضروا؟ تحت ما قدر يبد في الملف. دخلنا من الجانب القانوني لجميع الوزارات، نشدنا جميع الابواب طرقناها، ولكن للاسف تحت ما بغيت ما بيبد هذا الملف. كيتبد فيه بحاله واحده هو الاعتقال ديالنا بجوج باش تسكت القضيه وتطمس الى الابد. بالنسبه لجمعيه انماء اللي كنبغي نركز عليها بالخصوص، لانها الدفاع ديالهم البارح مع الاسف اللي هي محاميه وعضو في الجمعيه ديال حقوق الانسان، مع الاسف مراه كطعن في نساء، هي بحكم المهنه ديالها، ولكن تمادت شويه في هذيك المرافعه ديالها البارح. كبلتنا بواحد الوابل ديال التهم واكاذيب وتلفيقات، وحبسنا اقتصاد البلاد، سبنا لهم ثقه في السيوله، وسدت بعد وتم الاغلاق ديال بعض الجمعيات المقرات ديالهم. اللي بغيت نشير ليه هنايا زياده على ديك التهم، انه الا كان الهدف المسطر ديالها هو ضرب الهشاشه واحزمه الفقر ومحاربه الامراض المتنقله جنسيا، فان هذه بالضبط قامت بواحد المجموعه ديال الجرائم في حق هذوك النساء
اللي في البوادي واللي في المجال الحضاري، هذه اللي كتقول جات بحرب الامراض المتنقله جنسيا، دفعات ليهم من الباب العريض الواسع. الاغلبيه ديال النساء خرجوا للدعاره، زائد التفكك الاسري، زائد الانتحارات. كاين اللي اختار يرحل من الحياه بصفه نهائيه باش يتفادى الجحيم ديال هاد القروض هادو. اسمعني بن نصر، رئيس جمعيه الرعايه الشعبيه للتنميه الاجتماعيه للمكتب المركزي، اللي كتاثر بطبيعه الحال ضحايا القروض الصغرى، وكنتقاسم التنسيق ديال الحركه بشكل عام انا والاخت امينه. المحاكمه ديالتنا اللي بطبيعه الحال كنا سبق وشرنا انها كانت محاكمه مفبركه، بمعنى تصاوبوا محاضر، اللي حتى الناس اللي في المحكمه في المرحله الابتدائيه حتى شهود الاثبات، يعني الناس اللي غيشهدوا ضدنا شهدوا معنا وصرحوا على انهم لم يوقعوا على ديك المحاضر امام المحكمه. للاسف الشديد حنا حطينا 5 ديال الشكايات من 14 في شهر 7 عند الوكيل العام، واستقبلنا حنا 15 واحد، لكن للاسف قال لينا ما غاديش يتحركوا، وفعلا ما تحركوش هذوك الشكايات، بل تحركت الشكايه ضدنا اللي هي شكايه فارغه وكلها زور. يعني الا فتحنا الملف ديالها كنلقاو انها توقيعات، واحد عدد التوقيعات مزوره، كنلقاو ان حتى الشكايات اللي حطوا هذوك الجمعيات هما ولاو تنازلوا عليها، لانهم كيعرفوا ان ما بقاش منهاج دواء انها كلها شكايات كاذبه. شهود الاثبات ديالهم هما صدقوا، عطاو شهادات لصالحنا، يعني ان الملف كتبان انه مفبرك. فعلا المرحله الابتدائيه قضت بالتبرئه ديالنا من التهم، واحد العدد ديال التهم، لكن دانتنا ب 4000 درهم غرامه بالقذف. لكن فينا هو القذف؟ للاسف الشديد انه ما كاينش قذف، لان هاد الناس فعلا ارتكبوا جرائم في حق ابناء الشعب المغربي بديك الفوائد العاليه اللي حاولوا انهم ينهبوهم بها، واللي حتى القضاء ما يسمى بالقضاء المدني، يعني في اثناء مطالبه هذيك الجمعيات للمستفيدين باسترداد الديون، اثبت القضاء المدني ان هذه الجمعيات كدير فوائد كبيره. وغنعطي اشاره ان الاخت امينه اللي معايا في التنسيق تحكم في واحد الدوسي ديالها اللي طالبت به المدعيه 53000 درهم، تحكم ب 10000 درهم، يعني 400% او اكثر من 400% هذه ديال الزيادات. وهذا الا جينا نشيروا انها قروض محاربه الفقر، ليست قروض مدنيه، ليست قروض تجاريه، بل قروض اجتماعيه، اللي حتى المحكمه للاسف الشديد ليس من اختصاصها انها تاخذ هذه الملفات، لكن هي كتاخذ هذه الملفات. ملف المحاكمه ديالنا هي معاقبه لنا حنا بشكل واضح، اللي كيبين زيف الشعارات ديال الدوله ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان، وايضا حنا كنقولوا من موقعنا زيف حتى واحد عدد المناضلين حقوقيين ويساريين، اللي للاسف طرقنا الابواب ديالهم، لكن هما كيتخلاو على الملف. واش التخوفات ديالهم انهم هما خايفين، او عندهم حسابات مع هاد الجهات هادي؟ لكن الحقيقه الامر اننا بقينا معزولين بطبيعه الحال، لسنا ما معزولينش على الفئه اللي كنظلم عليها، لان الفئه اللي كنظلم عليها هي كتزاد بشكل كبير. المرحله اللي كاينين فيها حنا دابا هي المرحله الاستئنافيه اللي دوزناها، يعني نهار 12 في شهر 11 2013. هاد المرحلة هادي اللي كان فيها صراحة النقاش واضح وبين أن هاد الناس كيتهمونا بالنصب، ما كاينش نصب، لأن لكل جريمة ضحية، ليس هناك ضحية متهمنا بالنصب، بل النيابة العامة دارت اتهام النصب بشكل فارغ. التهديد، ما هو التهديد؟ قال لك هددنا الناس بالمتابعة القضائية، وهل المتابعة القضائية تهديد أم حق دستوري؟ وهاد النيابة العامة اللي كتستر متابعة قضائية ديال التهديد، انها تهديد بالمتابعه القضائيه، تعتبره هي تهديد، اجتهدت في القانون لهذه الدرجه هذه، لماذا لم تجتهد في القانون وتاخذ الوثائق اللي قدمناها واللي كتبت النصب بشكل كبير، والخبرات اللي درنا ولقينا انه في بعض المناطق عندنا كطلع 13 مليار سنتيم كلها خارج القانون، ومجيوب الفقراء اللي تشردوا واللي تدمروا الممتلكات ديالهم واللي تفكوا العائلات ديالهم واللي الابنات ديالهم خرجوا للدعاره، واللي صراحه عاشوا واحد العدد ديال السنين ديال الحرمان. هاد الفقراء هادو ما كاينش الحق ديالهم، ملي كيحطوا هما شكايات ما كتحركش المسطره معاهم، بل كتحرك ضدهم. النيابه العامه بالغات في المطالبه بالادانه ديالنا، ما كاينش حتى شي اساس قانوني، حتى قانوني للمطالبه بذلك. ليس هناك جرم او جريمه بدون عناصر جرميه، ونحن نعرف هذا. خلاصه ان هذه المحاكمه احنا كنعتبرها صراحه هي محاكمه تاسفيه، تبين عن الوجه الحقيقي اننا لا زلنا في سنين الجمر ولم نتعدى سنين الجمر، كتبين ان سلطه المال تتحكم في سلطه الدوله، وبالتالي غتحاول توجهها ولو لنهب الفقراء، بمعنى خصنا احنا نتنهبوا ونتشفروا ونتدمروا ونتشردوا ونخلصوا ونسكتوا، وإلا احتجينا ندخلوا للحبس، لأن الحباسات قال لك تدانوا علينا، وهذا هو الكلام اللي تحت ديال السلطة المحلية اللي اعترضت السبيل ديالنا، وحنا خارجين بمسيرة سلمية أغلبها نساء، اللي اعترضتنا بواحد الترسانة من مختلف أجهزة القمع، من التدخل السريع للقوات المساعدة للهيئة الحضارية ومختلف، يعني تلاوين أجهزة الاستخبارات حضرت معنا في المحكمة، لا لشيء
الا لانهم يعرفون جيدا الصدق ديال القضيه ديالنا والعداله ديالها. وحنا بطبيعه الحال داك الملف غنحاولوا فيه تحقيقات وغنعاود نجبدوه وثيقه وثيقه وغنعرضوه على انظار كل المناضلين الشرفاء. ختام كنبغي نشير ان القضيه ديالتنا بالتوافق مع ما يسمى بنظام روما الاساسي، يعني القانون الدولي اللي كنعرفوا ان نظام روما الاساسي هو القانون اللي بموجبه تحددت واحد المحكمه في مدينه دنهاك الهولنديه الى هاي اللي هي محكمه الجنايات الدوليه، وان المغرب وقع البروتوكول ديالها. حنا في اطار يعني البحث ديالنا في هذا الميثاق لقينا ان الجريمه ديال القروض الصغرى هي جريمه ممتده على مستوى واحد الجماعه بشريه، وهذا مقياس من مقاييس الجريمه الدوليه. بالتالي حنا كنعتبروا ان جريمه القروض الصغرى هي جريمه ضد الانسانيه، وبطبيعه الحال غادي نعملوا على اننا نوجدوا وثائق في هذا الاتجاه. وكنطالبوا ايضا لان ننشد عداله اجتماعيه، فان لم تكن في المغرب كان ننشدها تكون دوليه. الإشارة أنه في أطوار المحاكمة ديالنا كانوا 4 ديال الجمعيات متابعينا، هادو حطوا شكايات، لكن تفاجأنا أنه في إبان المحاكمة، يعني المحاكمة لازالت جارية، جات مراسلة من عند الوكيل العام الملك بشكاية تضعف من طرف واحد الجمعية سميتها إنماء، جمعية إنماء للقروض الصغرى. طبيعة الحال جمعية إنماء للقروض الصغرى حطت هاد الشكاية بشكل قانوني، لكن ما يهمنا أكثر هو هاد الجمعية شكون هي. جمعية إنماء تم تأسيسها من طرف الجمعية المغربية للتنمية والتضامن أمصد. هذه الجمعية المغربية للتنمية والتضامن اللي كتعمل على واحد العدد ديال البرامج ديال محاربة الفقر، وأيضا بطبيعة الحال بشكل كبير محاربة الأمراض المتنقلة الجنسية، وحاليا عندها برامج مع الفئات الهشة، كنعرف أنا أن عندها برامج مع الفئات الهشة أيضا في ورزازات، وكتخدم مع ممتهنات الجنس بشكل كبير بشكل موسع، بطبيعة الحال اللي كتعتبر أنه هذاك الهشاشة والفقر هو عامل من العوامل ديال انتشار الأمراض، وعامل من العوامل أيضا ديال اعتراء البنيه الاجتماعيه. هذه الانماء هذه الجمعيه هي اللي دفعت بالتاسيس ديالها باش تعطي قروض بالدرجه الاولى لمحاربه هذا الشغل الفقر في هذا الاطار هذا. لكن للاسف نفس المسلك سلكته جمعيه انماء، وماشي بوحدنا حنا كنقول. انا اذكر ان الكاتب العام بنفسه ديال جمعيه انماء للقروض الصغرى يقول ان هذه جمعيه القروض الصغرى انحرفت على مصاريها واصبحت تزيد الفقراء فقرا في التصريح ديالو الجريدة التجديد. ايضا الرئيس ديالها المباشر رضا المريني في مقال مع جريدة المساء كيقول ان فعلا القطاع ولد مشوها، بمعنى ان جمعية القروض الصغرى اللي هو كان كيطبق اصل الفيدرالية ديالهم واللي هو رئيس ديال جمعية انماء يعترف ان هذا القطاع مشوه. وبالنسبة لجمعية انماء حنا كنعرفوا ان عندها علاقة مباشرة ايضا بواحد العدد ديال الممولين من قبيل بلانت فينانس اللي عندها علاقة كبيرة. وبطبيعة الحال المزيد من الاطلاع كنتمنى انه الناس يتوجهوا لمركز محمد السادس للقروض الصغرى، عنده موقع كبير وفيه بزاف المعلومات في هذا الاطار. ايضا هناك جوج ديال التقارير اللي تم الاعداد ديالهم من طرف هذا المركز هذا كتشير لهذه المنظمه، هذه الجمعيات ديال التمويل من ضمنهم جمعيه انماء وعلاقتها ببلانت فينانس وعلاقتها بجميع الممولين الاخرين، حتى ميزانيه الدوله، حتى صندوق الحسن الثاني، حتى الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، حتى يعني الاتحاد الاوروبي بصفه غير مباشره، حاليا حتى السفارات من قبل السفاره الفرنسيه اعطات منح ودعم لهذا القطاع هذا. نحن جينا من العمليات أزيلات قيادة الزوطة حمصان، جينا من البلاصة ديال الكلش، جينا هنايا كنخدم في البلا والفاس، حتى كنت شوية لاباس عليا، كنبيع في البيع والشراء، وجاو من القروض الصغرى، جاو عندنا في البلاد قال لك غنعاونكم، ثلاثة الجمعيات ديال القروض الصغرى، جاو عندنا من الديور قال لك غنعاونكم غديروا غتسميتوا. كيعطيونا ب2%، قال لك غنعطيكم ب2%، حنا ما قريناش، كنمشي للبلديه السنية اسميتو ما كيديروش الزايد، ما كيديرش عندنا الانديرنس ديالو. ملي جينا ملي لقينا عند الناس اللي مفهومين راه كيعطيونا 10%، واش كيعطيونا؟ ماشي 2%، ماشي 2%، حتى الدول الاموال ديالي ما بقيت. كنمشي دابا لمراكش دار البيضاء باش نخدم 50 درهم باش نرد ولادي باش يعيشوا، ما عندي دابا باش نعيش، انا ما قاري انا ما والو، ما نعرف فين غنمشيو باش نعيش ولادي ب 50 درهم. كنعطيهم بالكوب ديال 6000 7000 باش الى كان المرض ما نلقاش باش نرجعوا الى ما لقيت الخدمه. جيت للطاقه الشمسيه قال لك لا ما حطيتناش الخدمه ما غاديش نزيدكم. أنا عندنا الفقر في البلاد ديالنا، بعنا الأموال ديالنا باش نخلصو من قروض الصغرى، مبقاش عندنا شي حاجة، إلا ما خدمت النهار ما غاديش ياكلو ولادي،
نهار ما خدمت راه ولادي بقاو الا ما زيد عند شي مول الحانوت سلفني مول الحانوت ولا شي واحد ما عندي لا شيء ما بقاش عندي شيء ما بقاش عندنا شي حاجه. هاد الخدمة دايما تخدا خدمت 50 درهم مش عايش الرونة 10 الناس في التزرق 10 الناس في التزرق التضامن وردات نطامز والغرق اللي البو وردات نطامز المخزن هاد ورديش نغيبوي ثاني فاقسي جلادة غيزازة ديتا سيم زوكا سيم ارسي في سيار ديتو سيم دغي سيار كيلولاب غيدا اخونا نشكاك هات رزانا غايت هاي هاي القرمة رغلي ورسين دادي دانتر اننا جاءت استاب قيمة يمكن ناخذ غي نكون ناخذ الدلالين هذا نتابع انا غنغي السنة انا غني تغني ما نقول انا غنسول في التليفون انا غني تعدى وتمني الناس اللي الله هذوك ندير نقيم ما لا دخل ندير السوق غور الدلالين ادل الدلالين ما تمست لنا التطبيق ما اساس انت كيما درتنا كان ما اساس نتخلاسن وللين شواد نداد الوين وللين لي جلان وللين ما يدي لان والو سترو هاو ان ندادا تنتقيال حتى وين دلالي مزيان تا وريس القدا انا تنتقيال خوات تنطمز لك لي دي الزياده تشكرايتو قادر ولا يطلق القلعه ولا يتبومال ولا يتنغر ولا يتكيرت ولا يتورزات جامعه مازال يكون بخير غير ان تضامن اكن اختي لي نفس التضامن نخفنا دمتني اللي درات نحرق حتى يغورنا اللي مدني درات رانا تدوي ولكن خصنا نحاول المحكمة ديما اقيس نتكاو كا يغدي نقلب الرايس نقلب كل دغيا دا صغار دا يساوان افنا غنا كاع الرام هاتوا ورسوا قرني بني جوار الله يجزيك بخير يخص الله يجزيك يكون بخير اني ليت نغماريكا راه تصدق صدر راه شريه الله يجزيك بخير يخص تضامن الفندني هاتي خشم سلاح على حسابنا هي نعم هي يختفون على حسابنا نعم يختفد الجمعيه هاتي على حسابنا نمتني الله يجزيك يكون بخير الله يكثر خيركم على العرض سيدي ربي انت بان تنيد ارد نفكو تحريرك قالت لها صفيه قالت لك نتضامنوا حتى نفكوا هذه الحريره لا الا تضامنا غير حتى فكينا هذه الحريره راه عاود عاوتاني نبينو نشوفو راسنا حنا بينا نتبعوهم بينا نتبعوهم حتى نديرو حتى نغرقونا غير الا بغاونا نمشيو حنا راه مستعدين راه قلتها الكوماندار ديالهم قبيله واسمع قال لي راه القرود اللي جابونا هاد الحمير ديال القرود قلت ليه ماشي حمير داك اللي داير ثلاثه د النجمات قلت ليه ماشي حمير حنا دايرين رجل في الحبس ورجل في فاسميتو تاع الدين راه حنايا اللي مغرقين راه انا اللي شاده 7 5 د المليون وقل 20 قل 40 وبيت نرضها ب 7 د المليون و 100000 ريال نتضامنوا دائما ونتجمعوا دائما وتنطلبوا من الله ومن هاد الناس وصحاب القافله يعاونونا ونديروا يد في اليد باش الا لقينا نحيدوا هاد التشفرتي ما تشفرت راه ما كاينه نردو حقنا ما راه المغرب مشى لي حقه ماشي غير تدوز المحكمه ديال امينه وسي ناصر وصافي نتخلاو تقدر تجي ديالك تقدر تجي ديالي تقدر تجي اي واحد غادي يصيفطوا لي راه ماني دابا تيدورو راه ماني ثاني كيهلفوا انا راه مشاو لنسيدي قالوا لي الا ما خلصتي راه انت اللي بيدخل الحبس ضامني حيت هو عرفوه عنده الماندا داكشي علاش مشاو ليه ايوا راه حنا علاش جايين باش يتعرف بينا هو راه ما خايفين راه حنا دايرين اللي رجلي هنا ورجلي لهي غير الا قدو علينا من اليوم يزيدو اللي قال سي ناصر راه حنا مستعدين انا بعدا تنقول لراسي والله الا مستعد اللهم تما ولا هاد الدل ديالهم نعاون المعاون في القضيه دغيا تيتنبي غتجبد غد المسائل والريحه اللي تجبد غد الفساد تجبد غد الفساد جيت في مغاره تجبد غد دينا والريحه اللي خدمت طلاب اللي مسائل دغيا تنبي يا تبتو تسجل انت يوسين السلبر تغرق زيرت اللي بدات تفسد بدات تبغى بلي ما سات خلص سجل انا الطلاب اللي القضيه غد انا بي مشرطو جويا هادي بي مشرطو جويا القروض راس هلكونا حكموا عليا انا قال الزيت 4 مليون حكموا ب 6 مليون اللهم يدا على المنكر وقرب نخلص النص دابا 6 مليون في المحاكمه في المحكمه وشدوا هاد 2 مليون دابا بعت داكشي اللي عندي ما بقاش هاد الصحه ديالي ما بقاش الاموال ديالنا ما كنعسو مزيان ما كان الى خرجت حتى برا غادي نقولها هما جايين عندنا دابا الله يجزيكم بخير تعاونونا وتوقفوا معنا حتى نفضوا هاد القضيه تهداو علينا ما عندنا ما نبيعو ما عندنا ما نديرو ولادنا ما خدامين ولادنا ما ردامين
ولادنا تبعنا المخزن دائما. الا غنخرجوا ولادي تبعهم المخزن، الا قلت ولادي تبعنا المخزن. البنت مشات لمراكش حتى تخدم عليها على جوج فرانك ديال القرحه. تعداو علينا انا بطاح الشرا، ما عندنا حتى ما نبيعو، حتى جلابه صحه ما عندنا. هي مسكينه خدامه في مراكش حتى تدرب تمارا، راني خلاتني انا مريضه، ما قديت ما عندنا ما نعطو ليهم. قلاونا زيزونا لا اله الا الله، انا راعيه ما قديت ياد نخدم، ما قديت ياد نردم، لا اله الا الله محمد رسول الله. تدو بعدا غير في الغيساوال، غادي يجي لا قال لي حسن غير لا قال لي خلاص، غادي تريد مزبوله اللي غادي تداروا لنا. لا تعالى. وخذنا نتيلك الخدم ونا يوفر قدي منشا وخاص أكو اللي جيت طلب يخسر ديدو لله تعالى إن كان يخسر كذا راسل نمستعدة لله تعالى نستعدة لله تعالى لو تكون شو بتري نقرض العار ماشي نقرض العار يا أنت ستة يا أنت كسرتي غراد أنت كسرتي مير كسرت ولا كسرت أود ماو أنت أنت ما زنت قنان نين وين غداغن فهمتي تا صافي دا سوا ما بعرف نين وين غداغن مش نكون الشارع دا انت نكرا سوا نين وين غداغن وات لنا ما تربي حدا يفكو تحرير تتخس الخير مش عاودي لا الحبس نقدر نكون شي عندو عندو ما بغيتش نتسلى عندو ما بغيتش نتسلى لا حسن نهار انت ولات نشتا ما علاش هاد الجنتيتي نقي من الخلا هادو القانون والله صافي مبلوكين تقهرنا بعنا حوايجنا هربوا لينا ولادنا ما عندنا باقي باش ما نديرو الا نهضروا في الشارع وحتى الشارع دابا راه منعوا علينا باش نهضروا فيه دابا كنطلبوا من هاد القافله يساعدونا ويعاونونا ويوقفوا معنا باش ندوي باش يبان لي الحق ديالنا هادشي اللي كنطلب انا بعدا من هاد القافله الحقنا